بيرفقه، ايش ممكن يكون في علاقه في هذا الموضوع؟ صحيح. كمان الطفل لما بيرضع بياخذ كل شيء من امه، ماكله او مش ماكله بياخذ، اللي بتاثر اكثر هي الام اذا ما تغذت منيح. بس الطفل بياخذ كل شيء، حتى لو كانت تغذيتها سيئه الطفل بياخذ كل شيء. وكيف بنلاحظ هذا على الطفل؟ انه خصوصا اول شهر من عمره بصير كل رضعه بخروج، وهذا شيء طبيعي جدا عند الطفل، وزياده وزنه خلال اول 6 شهور بتكون تلقائيه، وكل اسبوع او كل يوم بتلاقي انه الطفل عم بيكبر. اللي بتاثر اكثر بقله التغذيه هي الام. فهي بدها تحافظ على تغذيتها. هي في ناس بيحكوا انه مثلا في بعض المغذيات للام انها بتزيد الحليب، اوكي هي موجوده، بس هذا مش معناه انها اذا ما اخذتها مثلا انه الحليب انه الطفل ما راح ياخذ. انه بتخف دسمه حسب ما بنسمع. بس لا، بياخذ كل شيء الطفل، بياخذ كل شيء. اللي بتاثر هو جسم الام مش الطفل. عشان هيك لازم التغذية تكون أكتر لإلها ولطفلها يعني. بس لازم تعرف إنه جسمها إذا ما تغذت منيح خلال الحمل وخلال الرضاعة هي اللي راح تتأثر أكتر من الطفل. يعني بما موضوع الدسامة واللي طرحتيه بنسمع العديد من الأمهات، حتى إذا كانت يعني هي قوية الشائعة تتناقل من أجيال أو لا، اللي هي تناول الطحينية، شو كمان؟ العدس. العدس يعني كل ما يقدم للأم خلال فترة الرضاعة بالأخص بالأشهر الأولى، هل فعليا يعني لها علاقة بكمية الحليب، بدسامته، بما يحمله حتى من مواد مغذية، أو أنه هي فقط يعني مثل ما تحدثي قد تكون هي أقاويل يعني فقط تفيد صحة الأم، قد حتى تسبب زيادة في الوزن يعني تعمل النهي العكسي؟ نحن نحكي عن إشي اسمه علميا دراسات موثقة، وإشي نعم. أنه هذه يعني تقاليد نقلناها كدراسات، حكت انه هذه الشغله هنا هي بتزيد الحليب او بتزيد دسمته او شيء، ما في دراسات بتحكي هذا الموضوع. بس حسب يعني زي ما حكيتي انه احنا عنا عادات انها بتعمل وبتزيد هيك شيء. هلا زياده افراز الحليب عند الطفل هي عمليه الرضاعه هي اللي بتزيد افراز الحليب. هلا اذا قلت عمليه الرضاعه هذا بيقل الحليب. اذا الام مثلا اعطته الانينه مثلا او اعطته الحليب الاصطناعي بتقل عمليه الرضاعه، فما بتعطي اشارات للدماغ انه افرز حليب. هذه هي اساس انه قله الحليب عند الام. هي انه الطفل ما بيرضع، عمليه الرضاعه هي اللي بتعطي اشارات للدماغ انه افرز حليب. فعم يفرز الحليب. نعم. لا زالت التوصيه من قبل الاطباء والبحوث انه من ساعه او من اول ولادته حتى 6 اشهر التزام فقط بالحليب. صحيح. وبعدها ادخال الغذاء. ولاي عمر ممكن الام تستمر في موضوع الرضاعه؟ لاي عمر ممكن نحكي انه خلص بكفي؟ اذا هي مثلا تعبت او يعني مش بمقدورها تكمل موضوع الرضاعه، بنحكي لا انه اخذ مناعته وضعه تمام، بامكانك انك توقفي عمليه الرضاعه. بننصح دائما انه لاقل من 6 شهور لازم يرضع رضاعه تامه بس حليب الام. فوق 6 شهور بترجع للام، بدها تزيد حليب، بدها تعطي، مش مشكله. بس هي عاده احنا عندنا برضعه ما بتقدرش تقول لهم مثلا على السنه وقف الحليب، زي توقف الحليب برجع لها. بس اهم شيء احنا عندنا اول 6 شهور من عند الطفل، تقدر ترضع لمده لسنتين، سنه ونص، سنتين، هذا شيء برجع لها. بس احنا بنأكد على اقل من 6 شهور. بس بعد 6 شهور اذا الام بدها تاخر الحليب هذا شيء برجع لها يعني. مش شيء الزامي، الالزامي هي لست شهور. نعم. أكيد. شكرا لك لوجودك معنا للحديث عن هالموضوع المهم، سواء كان للأم وللطفل والرضاعة الطبيعية. شكرا لك يا مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة دكتور نانسي فلاح. يسعد صباحك مرة تانية. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. نروح لياصيد، هذه القرية شمال نابلس، وزميلتنا وعود المسامي بتحكي لنا عن متحف تربوي منزلي من هذه القرية، نتعرف عليه احنا وسادة المشاهدين. نورا. أكيد. صباح الخير. صباح الخير وعود. يسعد صباحكم زميلاتي، يسعد صباحكم مشاهدينا الأفاضل. نعم، يعني لمعظمنا مواهب أو هوايات يهوى ممارستها، لكن اليوم رح نتعرف على هواية الحاج عون الظاهر، وهي هواية تحمل نوع من الغرابة. لمدرس من بلدة ياصيد شمال مدينة نابلس، تقاعد من مهنة تدريس مادة الكيمياء وتفرغ لهوايته في جمع المقتنيات الأثرية والوسائل التراثية والقديمة، وبذلك يؤرخ لتاريخ فلسطيني يعود ل100 عام داخل هذا المتحف التربوي في منزله. للحديث أكثر عن هذا المتحف المنزلي نرحب بالسيد عوني الظاهر. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بتلفزيون يعني فلسطين. أهلا فيك. يعني خلال تجولي في أرجاء متحفك المنزلي شاهدت ولاحظت أنك بتقوم بجمع وسائل قديمة تروي تطور الوسائل المختلفة، مئات أو ربما آلاف الوسائل تتواجد في منزلك، تحكي لنا أكثر عنها. نعم، هنا في هذا المكان
هو يقال أنه متحف ولكنه هو مخزن لعشرات الآلاف من القطع التي جمعتها ضمن أفكار كيف تطورت هذه الأدوات أو كيف طورها الشعب الفلسطيني واستخدمها خلال 100 عام. نعم، يعني أكثر شيء ربما الأكثر غرابة داخل هذا المتحف التربوي المنزلي هو أنه يتميز أنه فلسطين لا توجد هذه الفكرة إلا عندي. أنت مش أمام متحف تقليدي، وإنما متحف تربوي ثقافي تعليمي، لا يوجد عندي آثار وإنما تراث. كيف بدت معك الفكرة؟ من وين إجت؟ أول القطع اللي قمت وبدأت بجمعها شو كانت؟ هناك بعض القطع استخدمتها أنا بنفسي خلال 60 سنة الماضية، وهذه القطع يعني موجودة عندي من لما فكرت أعمل أول معرض إلي في تربية والتعليم طوباس، حيث عملت كل شيء استخدم في المدارس، من منهاج السكاكين ونطلع، استخدمنا المقاعد، الوسائل التعليمية، الأجهزة اللي استخدمت في المدارس. يعني لاحظنا موجود عندك أيضا شهادات ميلاد تعود أو تبدأ من العهد العثماني وصولا إلى يومنا الحالي، مراحل تطور شهادات الميلاد، مراحل تطور ساعات التوقيت، أيضا العملات وغيرها الكثير. نعم، هذا لما نحكي عن شهادات الميلاد، إذا أنا بحكي عن وثائق وليست أدوات، وبالتالي هاي الوثائق جمعتها في ألبومات متخصصة، من وثائق عن شهادات الميلاد، من وثائق عن عقود الزواج، من وثائق عن الأموات، صور الأموات، من وثائق عن اللي عملوا مترك في فلسطين، منها وثائق عن كروتة الزواج اللي الدعوات في فلسطين. فبالتالي تجدين خلال الألبوم كيف تطورت هذه الأشياء خلال 100 عام. مثلا شهادات المدرسية، أنا راح أفرجيكي ألبوم، خلينا نشوف سوا. في ألبوم هذا فيه شهادة مدرسية عثمانية لطالب عمره 14 سنة من مدينة نابلس سنة قبل 105 سنين. تخيلوا عدد المواد اللي كان يدرسها، كم وقع شخص على هذه الوثيقة لطالب 14 سنة. ولاحظي انه ما داخل البرواز A3، وهذه الصفحة اكبر من A3، وشوفوا رقة الورق، هيك كان حجم الشهادات، جمال الشهادة، الحجم. هلا في ألبوم نفسه بتشاهدي شهادة مدرسية سنة 59. تتميز هذه الشهادة انه الطالب باخذ الدرجة على كل مادة، يعني مش بنقول أخذ 5 على 41 في كل المواد، لا، في التربية الإسلامية هو ماخذ 11 من 41 وهكذا. تعود لأي سنة هاي؟ 59. للصف الثاني الثانوي. ومن ثم كيف تطورت هذه الشهادات مع الزمن وبالعهد الأردني والعهد الإسرائيلي، ومن ثم كيف صار يطلع عنا شهادات بالعرض وشهادات مختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينية وبالألوان. هي أول شهادة العام طلعت بالعرض، تقرأ كل الشهادات تقرأ بالطول، ما عدا هذه الشهادات في العرض صارت. يعني من الأشياء كمان المميزة والجميلة داخل هذا المتحف وجود قلادة العودة. إحنا بنعرف مفتاح العودة، أنت عندك قلادة العودة، شو قصتها؟ العودة إنه إحنا بفكر أنا لما نحمل المفتاح تاع البيوت اللي تركناها، كيف بدنا الملكاء الإسرائيليين طبعا هدموا كثير من هذه البيوت أو معظمها، فأنا بدل ما أني أفكر أجد البيت رايح، لا، أنا بدي أعمل أجمع كل المفاتيح للعمارات اللي أقيمت محل هذه البيوت، وأرجو أن نتبنى الشعب الفلسطيني هذه الفكرة ونقول إحنا رجعين وحقوقنا في العمارات قبل الأرض اللي أقيمت فوق أرضنا. طبعا هي أرض فلسطينية. نعم. بالنهاية أيضا هنا نشاهد مراحل تطور أحجار أو حجارة الشطرنج. الشطرنج لاحظوا مثلا عندنا هنا المادة اللي استخدمت في حجارة الشطرنج، وهذا ينطبق على كثير من الأدوات، كانوا يستخدموا الحجر، كانوا يستخدموا الرخام،
كانوا يستخدموا الحديد النحاس البلاستيك وبعدين الخشب بانواعه وبعدين صار استخدام البلاستيك. هذا ينطبق على شغلات كثيره جدا، يعني كان عندك العصر النحاسي العصر الالمنيوم في الادوات ثم صاروا يستخدموا الحديد الان نستخدم ستانلس ستيل البلاستيك. وبتعرفي اذا بنحكي عن جرس من النحاس ممكن يدوم 1000 سنة بينما جرس من البلاستيك ممكن يتكسر بعد يومين. هون شايفين أغطية للرأس شو قصتها؟ تحكي لنا عنها أكثر. حكاية يوجد عندي كل ما يوضع على الرأس سواء للرجل أو للأنثى، شالات صندوق مليان، هذه حطات بأنواعها. طبعا هاي مراحل تطورها من 100 عام لليوم. بتتذكري بالخمسينات كان يلبس الحطة البيضة وكان حطة المقاومة مثلا في 1936 حدثت عملية في ضد الإنجليز، فراحوا يدوروا على اللي عمل العملية الحطة، فكان هناك قرار للثورة انه كل الشعب يلبس حطات، فضاع الشخص. بعدين الاشي المميز صار حطة ابو عمار رحمه الله، هذه الحطة كانت رمز للشعب الفلسطيني. اذا بتلاحظي انه الحطة هاي انا رحت على بلد اجنبي كنت احكي فلسطين، ما كان الطلاب في النرويج مثلا يدركوا وين فلسطين ويخلطوا بين إسرائيل وفلسطين، لكن لما أقول حطة أبو عمار كان الكل ينتبه ويعرف إنه إحنا بنحكي عن فلسطين. الآن في شماغل أحمر، في عنا الحطة البيج هاي تحت الجيش العربي كله استخدموا بالإضافة للطواقي والطواناطير والباروكات وما شابه ذلك. بتقوم بحفظها ووضعها في تسلسل معين في ضمن 100 عام من التاريخ الفلسطيني وتاريخ هذه الوسائل وكيفية استخدامها. كيف ينظر لك؟ بتشوفوا كيف بنظروا لك المحيط الناس المواطنين حواليك؟ هل بقدروا وبيحترموا هذه الهواية أو بكون في نوع من الاستغراب؟ هذه حسب ثقافة الشخص اللي بتحكي معه. أنا الغريب إنه قليل التعاون معي، مصادري مختلفة، معظمها اشتريتها مشترى، لا أجمع إلا ما أتلفه الناس. وللأسف الشديد هناك سرقة للتراث الفلسطيني، هناك اهتمام في التراث بالداخل أكثر. عندك عود الحراث الفلسطيني يباع 5-6 آلاف شيكل وإحنا لا بنقدرش نشتريه بطريقة أو بأخرى. أنا بحاول إنه أمنع سرقة هذا التراث وبالتالي أحافظ على التسلسل له حتى لو لم يكن صناعة فلسطينية. يعني إحنا لما نقول ساعات إذا استخدمها الشعب الفلسطيني، لما نقول أجراس استخدموا الشعب الفلسطيني، لما نقول أدوات حلاقة يعني استخدمت خلال كذا. إذا بتلاحظي هنا عدة الحلاقة اللي استخدمت، حابب أشرح شوية عنها. مثلا هون في عندك الماكينة، هاي الماكينة كان يستخدمها فيش كهرباء ولا بطاريات، فكانوا على الصفر يحلقوا للطالب. وكنا طلاب بس بالأول إعداد يصح له يربي شعره. هذه الماكينة أو الموس منه بنسن هو نفسه أو بنحط له شفرة. كيف كنا نستخدم مثلا الفرشاية والصابون والمرأة. هلا هون في عندك ماكينة على دريل، بعد كيف الحلاقة هاي الفاصل بين الشفرة وبين على الاستخدام على الكهرباء زي هيك على الكهرباء، أو هذه اللي تستخدم على الكهرباء. فبالتالي هنا بتلاحظي والمقصات كيف انه تطورت في داخل هذه عدة الحقم 100 عام. نعم، احنا مش رح يكفينا ساعة كاملة لو بدنا نحكي عن كل التفاصيل الموجودة داخل متحفك المنزلي، لكن من الاشياء الملفتة ايضا وجود جوازات سفر فلسطينية تعود لمئة عام. ايه خلينا نشوفها سوا ونورجي المشاهدين عليها. الجواز السفر الفلسطيني اللي هو بحكومة فلسطين، هذا جواز سنة 1944 صارت النكبة وهو يعني شغال ساري المفعول. لاحظي انه كتب حكومة فلسطين باللغة العربية والعبرية، حكومة فلسطين والإنجليزية، وهو ساري المفعول لعدة دول. ومن ثم عندنا جوازات السفر بعدها صارت يا إسرائيلي داخل إسرائيل،
الفيزا أو استخدمنا عندنا جوازات السفر الأردنية ومن ثم الجواز السفر الفلسطيني بأشكاله وألوانه المختلفة اللي الآن يستخدم معظم دول العالم اعترفت بدولة فلسطين ومستخدمه. فهذه الحقيبة كيف تطور جوازات السفر، والحقيبة هاي كيف تطورت شهادات الميلاد. هاي شهادة ميلاد عثمانية، لاحظ كيف لناس ولدوا قبل 110 سنين 120 سنة. وبعدين كيف شهادات الميلاد على زمن حكومة الانتداب ومن ثم الحكم الأردني، وهذول شهادات ميلاد فلسطينية معنونة في دولة فلسطين. نعم، يعني نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى لك أنه يتحقق طموحك بأنك تحول هذه الزاوية من منزلك لمتحف تربوي بيستفيد منه جميع أفراد المواطنين على الأقل في يصيد ونابلس. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من بلدة يصيد من داخل المتحف المنزلي الذي يعود للمدرس المتقاعد عون الظاهر، وعودة إلى الزملاء في رام الله، ويسعد صباحكم. شكرا لك وعود مسامي، كنت معنا في هذه النافذة الصباحية المباشرة من يصيد، والحديث حول هذا المتحف المنزلي لمقتنيات أثرية فلسطينية. يسعد صباحك أنت وصاحب هذا المتحف عون الظاهر. خلينا نتوقف مع فاصل ونتابع ما تبقى من فقراتنا حتى العاشرة بإذن الله. Yeah.
متواصلين بصباحنا من فلسطين هذا الصباح، وهلأ بدنا نكون مع تقرير لزميلتنا ساندرا المصري. هذا التقرير الموسيقي يتحدث عن فتاة موسيقية وآلة الدرمز، نشاهدها معا. بزوج من العصي وأيد ثائرة تضرب على الطبول والصنوج كأول مراهقة تحترف العزف على آلة الدرمز في قطاع غزة، نانا عاشور التي لا تتجاوز 16 عاما اختارت أن تتميز بهذه الآلة الصاخبة والتي تشبه شخصيتها على حد تعبيرها. أنا كنت أحب الطبلة، كنت أحب يعني صوت الإيقاع، وأنا مسافرة شفت الطبلة حبيتها، صرت أطبل بالمكان اللي فيه، يعني في المكان هذا دورت على مكان لقيت إنه موهبتي بتستاهل إنه حد يطورها، وبتستاهل إنه آلة أقوى من الطبلة تطور لي إياها وأحط طاقتي فيها. فالإيقاع يعني أنا كل طاقتي كانت للإيقاع. بين مجموعة من محترفي الموسيقى تتلقى عاشور تدريباتها في معهد سيد درويش لتثبت أن العزف ليس حكراً على الذكور، والخروج من القوالب النمطية يولد لذة في بعض الأحيان. وجدت نانا على المعهد فعملت لها اختبار بسيط صغير هيك على آلة الدرمز، يعني أشياء بسيطة وبدائية، فلقيت أنه بتستوعبها بشكل إيجابي وبشكل كبير، فبدأت أنه أطور نوعا ما شوية شوية، أبدأ أدي الأساسيات. لقيت أنه أنا لما بدي أشياء احترافية لنانا أو أشياء أساسية تستوعبها بكلا الحالتين، فكان هذا إشي كتير ببسطني وبسعدني. بأحلام تطارد خذلان الواقع تواجه عاشور منتقديها العالقين في رداء العادات والتقاليد البالي، وتصعد أول درجة على سلم النجاح لاختيارها ما تهوى. احنا مجتمع ذكوري، يعني بفكر انه كل شيء للشباب، البنت ملهاش اي دور بالمجتمع، فانا يمكن اكون غيرت 1% من فكر الناس انه لا البنت بتقدر تعمل شيء، يمكن بيطلع منها اكثر من الشاب. هو الدرمز معروفه انه هي شويه الاله قويه، بدها عصب، بدها حد يعني يكون قدها، مش اي بنت بتقدر تعزف عليها، ولهيك صرت انه منتقده. ساعد نانا على الظهور انه هي نانا كانت عندها الجرأة وعندها الثقة بنفسها أكثر لأنها تواجه ولتكسر العادات والتقاليد الخاطئة الموجودة في غزة، انه الدرمز آلة ذكورية مش آلة للبنات وزي هيك، فهان اللي كان موجود عند نانا اللي خلاها بيختلف عن غيرها. هنا حيث تزهر الموسيقى تمتص نانا عاشور ومثيلتها رحيقا ايجابيا، ربما موسميا لكن مذاقه يستحق العناء. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، ساندرا المصري، غزه. إذن بعد تقريرنا هذا من غزة وزميلتنا ساندرا المصري والطبل والدرمز، منروح لموضوع آخر وبرنامج صغار بس كبار اللي يعرض على فضائية القدس التعليمية. خلينا نروح لهالفاصل ونرجع في معلومات أكثر عن هذا البرنامج.
هيك. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. إذن برنامج صغار بس كبار اللي يعرض على شقيقتنا فضائية القدس التعليمية، البرنامج مخصص للأطفال ولكن بقالب جديد، بقالب جاذب للمشاهدين. وبرز عنا طفل خليل وطفلة سارة اللي بيقوموا بتقديم هذا البرنامج وبيطرحوا كل حلقة أفكار ومواضيع جديدة. حتى نحكي أكثر عن هذا البرنامج وأفكاره نرحب هنا بولاء السلامين. ولاء معدة البرنامج، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير لإلك ولا نورة. أهلا وسهلا فيك ولا. برنامج صغار بس كبار اللي يعرض على قناة القدس التعليمية ووصل لحاليا تم عرض 3 حلقات من سلسلة الحلقات أو البرنامج على طول الدورة البرمجية. ومثل ما تفضلت زميلتي الطفلين خليل البرغوثي وسارة بربار والذين لمعوا يعني في المجال الإعلامي الصغير، خلينا نقول فكرة البرنامج، القضايا يلي بيطرحوها يلي أكيد تعنى بالصغار، وهذا الدعم لحتى احنا نحط الثقة بالطفلين ويكونوا فعلا على قدر هذه المسؤولية. لا بالبداية سارة وخليل هم من ضمن طاقم فضائية القدس التعليمية ولكن بقالب صغير زي ما حكيتي، بقدموا فكر أو أفكار بتهم الأطفال بس بطريقة تجذبهم لإلهم. لما احنا بنعرف برامج الأطفال هي عادة ما بيقدموها الكبار عمر كبير، ولكن كيف احنا بنقدر نجذب الاطفال لحتى يشاهدوا هدول البرامج؟ من قبل سارة ومن قبل خليل قدرنا نجذب عدد من الاطفال الصغار، كنا بنتناول محاور عديدة او حتى 13 حلقة هم رح نقدمهم في دورة البرامجية الجديدة على فضائية القدس التعليمية. منها بثينا عمالة الاطفال، التسرب من المدارس، معاناة الاطفال اللاجئين داخل المخيمات، قديش مهم هدول المواضيع الواحد يتناولها خاصة لأعمارهم صغيرة. ويمكن من هون اجى اسم البرنامج صغار بس كبار، هم بالعمر صغار ولكنهم بيعيشوا حياة صحيح. الكبار لما نحكي عن موضوع العمل واحنا بنشوف اطفالنا للاسف عبر الاشارات المرورية عبر الحواجز العسكرية موجودين، فهي كلها مواضيع موجودة بالشارع الفلسطيني. وبتوقع احنا بنعالج هذا الموضوع من خلال البرنامج ولكن من وجهة نظر الاطفال نفسهم. صحيح، يعني احنا في بالبداية يعني سارة بتقدم البرنامج مع حدا كبير بالعمر، خلينا نحكي مهتم بهاي الشؤون لحتى الأطفال يعرفوا إيش في لهم حقوق متاخدة منهم لحتى يطالبوا فيها، حتى وهم بعمر صغير يتعودوا على المطالبة بحريتهم والديمقراطية الموجودة كمان. أما خليل فدوره في البرنامج هو مراسل صغير بيطلع على الشارع بأخذ آراء الشارع، كمان سكتش صغير لحتى يجذب الأطفال إنه قديش كنا بنعمل عن التسرب من المدارس، قدم سكتش صغير قديش. هاي خليل لا هون عم بيعمل فوكس بوب بخصوص عمالة الأطفال وسأل الأطفال إذا بيشتغلوا بوقت العطل الصيفية أو هم منشغلين على مدار السنة، قديش مهم إنهم يضلهم في المدارس. يعني هاي بتعطي شوي جذب للأطفال زي ما حكينا لحتى يضلهم في هدول الكبار صراحة يعني. بالضبط. يمكن أكثر عنصر جذب بين الأطفال الصغار هو إنه بيقدم البرنامج طفل صغير طفل من عمر ونحن نسمع يعني حتى إحنا الكبار لما يكون الشخص يعني في مرحلة عمرية يعني يتصل يمكن لمرحلتنا ممكن إحنا نسمع منه ناخد منه يكون عنا وقت حتى إنه نقعد له، ولكن طفل يقدم البرنامج يمكن يعني مش نقول دعاية بس إنه الأطفال قد يكونوا متقبلين للأفكار يلي بطرحها الطفل ولكل ما يتم إنه بتحدث فيه خلال البرنامج. تقييم البرنامج، المرحلة يلي وصلتوها وتفاعل أيضا الأطفال معاكم. يعني إحنا دائما على كل دورة برامجية بكون في عنا برنامج للأطفال سواء من مقدمة أو مقدمين برنامج لهذا الفئة العمرية، ولكن اخترنا بهاي الدورة البرامجية إنه يكونوا منهم وفيهم المقدمين تكون أحلى لإلهم طلتهم أحلى. زي ما حكينا تعليم الأطفال على محتوى توعية جديدة كبيرة. لا في عنا حلقة رح نحكي فيها عن الأسرى الأطفال، قديش مهم نسلط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال. صحيح. موجودين صحيح. نشوف مقابلات خليل من الشارع نتعرف أكثر على المراسل الصغير.
طب بنتابع يعني انت كمعده البرنامج ولا مقدمي البرنامج هم اطفال ومعدته هو انت، قديش تحدثينا عن تجربتك في الحلقتين او الثلاث حلقات الماضيين، يعني اختيار الموضوع بالذات اختيار الشخصيه، نحكي عن اعداد حتى في البرنامج بشكل عام، طريقه السرد، التسلسل بالحلقه، يعني كيف عمليه التفاعل بينك وبين ساره وبين خليل كمان؟ لا في البداية يعني سارة ما شاء الله عنها عندها كمية معلومات، حتى لما بتحكي لها عن اسم الحلقة ما بتخليكي انت تعديها، ممكن تعطيكي محاورة جديدة، يعني كل واحد بشوف الاشي من منظوره، ولكن منظور الاطفال بيكون مختلف جدا. سارة هي كمان خلال المحاور اللي انا بعطيها اياها بتعمل بحث عن الموضوع، بتقدم افكار جديده ايش ممكن نعمل في هذا الموضوع، فبصير زي تواصل ما بيني وبينها. خليل ممكن لما يجي على الفضائيه بصير يحكي لنا انه مثلا انا بدي اعمل كذا وكذا، بنحكي له لا نروح لهي الزاويه، احنا بنخليها من منظورين، يعني احنا ما بين السكتش زي ما حكيت لكم التسارع من المدارس والفوكس بوب، اخذنا الشقين بالحلقه، قديش مهم انه الواحد ياخذ براي الاطفال كمان، يعني انا ما خليت رايي هو خلص لا فوكس بوب، لا سكتش خلينا ناخذ كمان بكون احلى للبرنامج، قديش في تعاون ما بيننا. خليل هو من ضمن الطاقم وسارة كمان من ضمن الطاقم. أول حلقة طلعنا فيها يعني ما كان هالوجود البارز، ولكن مع التعويض زي ما كلياتنا يعني حتى الزملاء الصحفيين في الوسط الإعلامي بدهم شوية تدريب لحتى شوي يطلع صح، أول مرة غير صح، حتى الأطفال كمان هم محتاجين الدعم ومحتاجين لحتى الواحد يدعمهم يحكوا لهم لا احسنتي ولازم شوي اكثر، يعني تاخذ السلبيات، حتى لما نبث حلقه من الحلقات بيحكوا لك احنا نتفرج عليها قبل ما تطلع على الهواء، ناخذ الايجابيات والسلبيات منهم لحتى نعرف. لما تقولوا لضيف تعال على برنامج والمحاوره في طفله صغيره، كيف كان رده فعل الضيوف؟ حابة اعرف هالموضوع، واللي بيسالهم خليل بالشارع، يعني انا شايفته 8 سنين وبقابل ناس كثير اطول منه. صحيح الغلبه على خليل بكون انه كيف يمد المايك، صحيح شايفته. بالنسبة للضيوف يعني احنا بنوه لهم انه في اطفال، بس لحديث الان الكل متقبل هاي الفكرة، حتى هم بيحكوا لنا انه جميل انه الولد او الطفلة الصغيرة عم بيقدموا هذا البرنامج ومتقبلين الناس بهذا الشيء وبهذا النوع من البرامج. صحيح، يعني متطلع لساتنا على الطفل خليل وهو عم كمراسل صحفي وهو اصغر صحفي خلينا نقول فلسطيني، بنرحب فيه لانضمامه لنقابتنا اكيد. اخذ العضويه خليل، اخذ العضويه قريبا ساره ان شاء الله، وان شاء الله ساره كمان بصير عندنا زملاء صغار كمان بالعمر. مدى الدعم يعني اللي بيحتاجه خليل طفل 8 سنوات قادر على اداء العمل الصحفي من هذا العمر الصغير، يعني نتيجه عمله هذا الصغير حصل على بطاقة العضوية، يعني إيش بده خليه لحتى يستمر في مشواره الإعلامي ويكون نعرف أنه في مرحلة بناء، أن يكون هذا البناء هو البناء الصحيح لإله؟ يعني إحنا حطينا على أول سلك الإعلامي زي ما بنحكيها، فضائيتنا أكيد مفتوحة لجميع الأعمار وجميع الفئات، لحتى إذا حابين يدخلوا هذا السلك الصحفي أو السلك الإعلامي يقدروا يأخذوا شوية معرفة من عمر صغير. فيهم كمان حتى خليل لما إجا كان مش متقبل الفكرة إنه أنا أطلع على الشاشة، لا 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 بالأخير أقنعنا، يعني أول مرة كانت تجربة له بالشارع تغلب فيها شوي الناس كانت، يعني إحنا الكبار كمان وإحنا بالشارع بنعمل مقابلات، في ناس ممكن تاخذ بعين الاعتبار إنها تحكي بتتجاوب على المايك، في ناس لا صح. فخليل كان متغلب من هاي الشغلة، أولها صار يحكي لا خلص أنا بديش الناس تمرق علي وتسلمش علي وتحكيش معي. أخير صرنا إيش نعمل، نحكي له خليل لا اطلع الحلقة كيف بتنبث تفرجيها للناس، لما صار يفرجي لأهله لأصحابه انبسط إنه خليل طالع على التلفزيون يلا بنشوفه بهاي الحلقة، يلا خلينا نشوف خليل إيش بده يعمل اليوم. حتى سارة كمان ممكن في بعض الأحيان كانت خايفة طبيعي صحيح، قديش كان في عندها ضغط انه تطلع باول حلقه بالمحاور تعاونها بالاسئله، بس ولكن طلعت ونجحت سلكت سارة. اكيد اللغه المستخدمه خلال البرنامج، احنا بنعرف انه كل برنامج حسب خصوصيته في لغه مستخدمه، في لغه حوار معينه بمستوى معين، لما نحكي عن اطفال بهالعمر الصغير بتوقع انه اللغه بسيطه سلسه ممكن انها توصل للجمهور بسهوله بليونه بدون تعقيدات ومصطلحات أكيد. كبيره اكيد، يعني بالاستوديو في مقابله مع
في عن التربية وعن الأطفال في المدارس وعن التسارب في المدارس. كنا مستضيفين أحد من وزارة التربية والتعليم ولكن قاعد يحكي لنا أنه لا خليها تحكي باللغة الفصحى. فقديش هي تأثرت سارة بتحكي أنه ممكن أنه ألخبط ممكن يصير في خطأ على الهواء، فأحكي لها أنه لا إحنا اخترنا أنه تكون بالعامية أفضل للصغار لأنه في كلمات إحنا بنستخدمها بتكون أنه أنه هدول شو بيحكوا. صح. لا احنا ناخذ اللغه المحكيه حتى يعبر الشخص عن ايش فكرته كلها بيحتاج للغه تكون سهله. يمكن اللغه الفصحى تكون شوي صعبه على عصاره بالذات لانها كمقدمه البرنامج محاوره اكيد، ولكن في بعض الاحيان كنا نستخدم ما بين اللغه الفصحى وما بين اللغه العاميه اللي حتى يعرفوا كيف يحاوروا فيها يعرفوا كيف يطرقوا فيها. لا لما يكبروا اكيد بيختاروا ما بين اللغة العامية واللغة الفصحى لأنه كل برنامج في إله لغة. صح. في إله طابع معين. يعني إحنا بالصباح بنحكي غير عن الأخبار مثلاً. أكيد. أو غير عن البرامج السياسية. خلينا نشوف هاي المقابلات لخليل عندما أخذ بطاقة العضوية في نقابة الصحفيين. اليوم نقابة الصحفيين كرمت الصحفي الصغير خليل محمد البرغوثي. هذا الصحفي قدم 4 برامج أو 4 حلقات برنامج في تلفزيون قناة القدس التعليمية. طلعنا على التجربة، كانت تجربة ناجحة ومتميزة وكان بيخاطب الأطفال بلغة الأطفال وبالتالي كان في نجاح متميز. نقابة الصحفيين قررت إنه تشجيع لهذه التجربة إنها تكرمه أولا وثانيا أن تمنحه بطاقة شرف، وأيضا نحن يعني نشجع كل الأطفال على يعني الدخول في هذا المضمار. كان حديث بيني وبين الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم إنه ممكن إحنا وقعنا اتفاقية بهذا الخصوص إنه نعمل برامج في المدارس للصحفيين على الصحافة وندرب الصحفيين طلاب المدارس في على المبادئ الأساسية للصحافة. تجربة خليل البرغوثي يعني ونجاحه شجعنا أكثر إنه نبدأ بهذه الخطوة. اسم البرنامج صغار بس كبار، نحكي فيش عن عمالة الأطفال عن تسرب المدارس عن مخيمات اللاجئ. حبيت أصير صحفي عشان أبوي صحفي ده كمل في هالمجال. تجربة صعبة شوي كانت بس ممتعة كون البرنامج كله اللي بقدموه أطفال. طفلة سارة بربار بالاستوديو، خليل كان المراسل الميداني. يعني خليل أثبت حاله في البرنامج وكانت طلطة حلوة جوا البرنامج، ضاف لون جديد على الإعلام حسيته على الساحة الفلسطينية. أتصور أن وجود أطفال في برامج تقدم على الشاشات الفلسطينية ممكن يلفت نظر كثير ناس لبعض القضايا الرئيسية اللي لازم الناس تطلع عليها بس ملت من طريقة العرض التقليدية لإلها، فممكن أن يوصلوا رسائل حتى سياسية وطنية مش بس الأمور اللي بتتعلق بالأطفال، ويثبتوا أنه كيف إحنا أطفال ما سابقين عمرهم بكثير، كيف أطفال فلسطين كمان انفرض عليهم أنه يعيشوا في قالب غير قالب الطفولة اللي مفروض يعيشوا فيه. أنا كتير انبسطت بس شفت حلقته، كتير انبسطت وخلت فيه طبعا وغيرت من شخصيته كتير. يعني أنا خليل ما بعرف في البيت إنه قد جريء بس عززت ثقته بنفسه وحسيت عنده جرأة وشخصيته بلشت تتغير للأقوى عدا عن الإشي اللي عرفه خلال الحلقات الأربعة اللي قدمها. يعني خليل ما كان يعرف مثلا شو يعني مخيمات اللجوء، عمل حلقة جماما كذا مخيمات اللجوء ومهجرين وشفت مخيم قلنديا مخيم الأمعاء، عرف شو يعني تسرب من أطفال من المدارس إنه ماما هي فيه أولاد بهربوا، الأولاد الثاني عن عمالة الأطفال ماما ليش بيشتغلوا، طب شو يعني صار كل حلقة بدي يعمل عنها يستفسر ويفهم. وحسيت إنه اكتسب معلومات بطريقة بسيطة بطريقته الأطفال. طبعا أكيد المعلومة اللي بوصلها خليل بالحلقات للأطفال رح تكون من طفل لطفل أسهل بكتير. شكرا أكيد لزميلنا عدي غزاوي على هذه المقابلات. بالعودة لك ولاء، يعني مدى التغير يلي حسيتوا أنتوا على سارة وعلى خليل وعلى شخصيتهم من لحظة يعني بداية العمل معهم، بداية التفكير لهالبرنامج إعداده تجهيزه ليطلع بهذه الصورة ولحد اليوم من بعد ما طلعت الحلقة الثالثة؟ يعني التغيير اللي صار فيهم أول شيء زي ما حكت والدة خليل صار في عندهم ثقة بالنفس. حتى لما تحكي لخليل أو حتى لسارة عندنا حلقة إيش هي الحلقة وهم من يساعدوا،
يعني مش بس يخلوني انا اعد، هم يقدموا افكار جديده، لا احنا بدنا نتناول هيك. هلا الضيوف بما انه هم ما بيعرفوا كثير بالضيوف او حتى بالناس اللي ممكن نستضيفها، ممكن نتساعد احنا وياهم حتى من خلال طاقم فضائيه القدس التعليميه، كلياتنا بنتساعد مع بعض. قديش مهم هي المساعده ما بينهم، وقديش مهم الواحد يلاقي شيء مشترك، حتى قيم التعاون اكيد هي أكيد. يعني بتم تنميتها خلال هذا العمل بين خليل وساره، وممكن حتى يتاثر جيلهم بالتصرفات. قديش هي مهم توعيه للاطفال زي ما حكت والده خليل كمان، انه هو ما كان يعرف ايش هو تسرب من المدارس، وهو بعمر صغير اكيد يعني ولا عمره تسرب من المدرسه. اطفال ما بيعرفوا عن معاناة الأطفال اللي ممكن تعتقلهم قوات الاحتلال بحجج أمنية. قديش مهم الواحد يسلط الضوء على هذه الفقرات، وقديش مهم كمان الأطفال زي ما حكى سليم مخرج البرنامج، طبعا نوجه له تحية، قديش مهم الواحد يعرف إيش عم بيصير حواليه، مش بس إنه فقرات ترفيهية أطفال عم بتروح، فيه كمان شغلات عم بتصير في البلد، يعرفوا إيش عم بيصير، ايش عم بحدث في هاي البلد. كل توفيق لكم في هذا البرنامج، ان شاء الله يعني كل حلقه بتطرح موضوع معين. كثير حلو انه اطفالنا ايضا دخلوا المجال الاعلامي، وحاولوا انهم يوصلوا رساله بلغتهم وبطريقتهم. كل توفيق لكم في فضائيه القدس التعليميه زملائنا وزميله ولاء السلامين معده البرنامج. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دائما. سعد صباحكم وشكرا لكم على هاي الاستضافه. أهلا وسهلا فيكي، وإحنا منكمل ومكملين بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. المحطة يلي منتحدث عنها رح تكون مباشرة مع زميلتنا ميساء عياد من بدو، وهذا اليوم الطبي المجاني الذي حمل عنوان طمنا عنك. إليك زميلتنا ميساء، يسعد صباحك. صباح الخير يا ميساء. يسعد صباحكم زميلاتي، يسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء من هنا من قرية بدو إلى الشمال الغربي من العاصمة المحتلة، حيث سيكون هنا بعد قليل يوم طبي بتنظيم من طلبة الطب البشري من جامعة القدس تحت عنوان طمنا عنك. يعني بشكل عام قرى شمال غرب القدس وبعض القرى من قرى شمال غرب القدس تفتقد إلى العيادات الطبية، فهذه القرى بحاجة إلى مثل هذا اليوم الطبي من أجل الإطمئنان على صحة المواطنين. هذا اليوم الطبي برعاية بلدية بدو مشاهدينا ومنتدى بيت إعنان الثقافي. سعدنا في البداية أن أرحب بالطالبة هلا عبدو منسقة اليوم الطبي، يسعد صباحك ويعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب، يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين. يعني عرفينا أكثر بهذا اليوم الطبي اللي تحت شعار طمنا عنك. أهلا وسهلا فيكم في هذا اليوم. أنا الطالب هلا إياد عبدو من جامعة القدس السنة الثانية. إحنا مجموعة من الطلاب قمنا بتنظيم هذا اليوم وتنسيقه في قرية بدو شمال غرب القدس. طبعا اخترنا المكان بناء على أنه في عدة مناطق بنختارها حسب كل منطقة كيف حيثياتها أو كيف هي بتحتاج. قررنا إحنا ومجموعة من الطلاب، مجموعة صغيرة 7 طلاب معي، أنه نعمل هذا اليوم الطبي. كان قبل يومين في بيت لحم، فإحنا قررنا نقوم في هذا اليوم. بيتضمن عدة عيادات، منها فحص الدم سيقوم به طلاب من سنة تانية وسنة تالتة، أيضا سيكون هناك عندنا فحص لفصيلة الدم بالضبط. عندنا مشكورين بنك الدم أجونا ودعمونا في هذا اليوم الطبي، رح يكون في تبرع لمن بحب، يعني إنه يكون يتبرع في وحدات دم حتى ينقذوا كتير حياة مرضى. رح يكون في عندنا عيادة فحص للضغط للسكري أيضا من طلابنا. في عندنا عيادات تغذية للتحدث عن الغذاء المتوازن. هلا هذا اليوم الطبي مش أول مرة أنتوا بتعملوه كطلاب في جامعة القدس، تحكي لي أكثر إيش عملتوا قبل؟ هلا احنا كطلاب من جامعه القدس نشتغل تحت رعايه مؤسسه اتحاد الطلب العالمي الاي اف ام اس اي، بنشتغل في عده مناطق وبنختار ايام طبيه. هي جزء من نشاطاتها انه نعمل ايام طبيه مجانيه للاهالي، سواء في عده مناطق في بيت لحم او في الجامعه الرسم نفسها. فهي المؤسسه نفسها هي بتدعمنا احنا كطلاب انه نوقف في هذا اليوم نعمل فحوصات، منه احنا بنتدرب ومنه بنفيد المجتمع. هلا في كان عده ايام، كان في عندنا يوم في الجامعه انا اشتركت فيه بس ما كنت منسق، انا اليوم تنسقت مع احد طلابي. في آلية معينة لاختيار المنطقة اللي بتكونوا انتوا فيها وبتعملوا هذا اليوم الطبي المجاني لأهل المنطقة؟
بالعادة إنه منختار المناطق حسب توفرها، بس إحنا اخترنا منطقة بدو من قرى شمال غرب القدس لأنه نعرف في كتير من قرى حواليها ما فيها عيادات متخصصة، فإحنا قررنا نفيد الأهالي ونكون جزء من توعيتهم في الأيام الطبية هاي. الطلاب المشاركين أي سنة؟ من سنة تانية أدنى وفي أكبر منا بسنة كمان، بس عدد قليل. قد ايه انتم بتكونوا مبسوطين كطلاب انتم بتقوموا بهذا اليوم الطبي والفحص الطبي المجاني للأهالي؟ طبعا ما في شعور يعني قد الواحد لما يخلص كل التعب ويشوف عن جد الاهالي مبسوطين او يقدم خدمه للمجتمع. كثير حلو نعرف انه بيجيك شخص مثلا بيحكي لك انا عن جد ما بعرف شو فصيله دمي، فكطلاب سنه اولى وسنه ثانيه بنقدم خدمه صغيره انه نعطيه بس شو فصيله دمه، او نحكي له شوي عن التغذيه، او نحكي له مثلا عن فحص الضغط، او يعني شغلات صغيره بس بتكون في قلبنا يعني كثير كبيره، لانه حلو نقدم معلومه من معلوماتنا البسيطه خصوصا انه احنا صغار لسه ما خلصنا. يعني في احد الدقاطه مثلا والاساتذه الموجودين عندكم بالجامعه مشرفين عليكم في الميدان حيكونوا ولا كيف الوضع لحالكم؟ حاليا في الميدان ما بيجوا، بس من خبراتهم في الجامعه احنا بنستفيد. تستشيروهم اذا احتجتوا لاي شيء؟ بالضبط، هي احنا بنستشيرهم اذا في اي شيء احنا بنحتاجه، بيكونوا اذا كان عملنا يوم طبي في الجامعه عشان فاضيين يقدروا يجوا، بس تعرفي بحكم شغلهم هيك ما بيقدروش يكونوا متواجدين دائما. هلا عبدو بنشكرك على وجودك معنا واكيد بنتمنى لكم كل توفيق. اكيد مشاهدينا يعني الاطباء وطلاب الطب في جامعه القدس ابو ديس راح يستقبلوا المرضى من كل قرى شمال غرب القدس وراح يبداوا باستقبالهم الساعه 10 صباحا. يعني الاخ سالم عيدو بلديه بدو هي تحت رعايتها هذا اليوم، نتحدث عن اهميه هذا اليوم بالنسبه لكم. صباح الخير لأعزائي المشاهدين، صباح الخير لك أخت ميساء إعلامية متميزة. يأتي أهمية هذا اليوم الطبي وهذا اليوم التطوعي نظرا للحاجة في شمال غرب القدس وفي منطقة بدو تحديدا لمنع الاستهداف الإسرائيلي الذي طال البشر والإنسان والحجر، وبالتالي هذا اليوم يمنع الفقر والبطالة و كل هذه الأمور التي نتجت نتيجة الإغلاق والمنع على المواطن الفلسطيني. فالمواطن الفلسطيني وتحديدا في هذه المنطقة بحاجة إلى الطب والفحص والمساعدة في هذا اليوم. سالم، أيضا هناك العديد من القرى من قرى شمال غرب القدس تفتقد لعيادات صحية. صحيح، في كثير من القرى مهمشة وتفتقد العيادات الصحية، هناك عيادات خاصة، عيادات حكومية تبقى في القرى الرئيسية يعني كبدو وقطنة وبتعنان. كبدو تحكي لنا أكثر وتوضح للسادة المشاهدين أكثر عن الوضع الصحي في قرية أو في بلدة بدو. في بلدة بدو الوضع الصحي هو جيد جدا نظرا لانتشار يعني العيادات والمراكز الطبية الخاصة والحكومية والوكالة، لكن أهمية هذا اليوم تأتي من أجل مساعدة الناس الفقراء الذين لا يعني يقوم أو يستطيعون الوصول إلى هذه المراكز الطبية نظرا يعني لارتفاع التكلفة، وبالتالي هذا اليوم يعني حقيقة إحنا شاكرين جدا لطلاب جامعة أبو ديس، طلاب الطب البشري، ولمركز المنتدى الثقافي اللي عملوا على هذا اليوم وأنه يكون في هذه البلدة في بدو. نعم الأخ سالم عيد رئيس بلدية بدو، نشكرك على وجودك معنا. يعني مشاهدينا أيضا منتدى الثقافي في بلدة بيت عنان مشارك أيضا في هذا اليوم الطبي وداعم لهذا اليوم الذي يقوم به طلبة الطب البشري في جامعة القدس، حيث سيقدم العديد من الخدمات الطبية. يسعدنا أن أرحب بالأخ حسام الشيخ. يسعد صباحك أخ حسام، حكينا عن مشاركتكم اليوم بهذا اليوم الطبي. يعني مركز المنتدى الثقافي هو منظم بشراكة مع طلبة الطب في جامعة أبو ديس، حيث تم عقد عدد من اللقاءات لأهمية هذا النشاط في منطقة شمال غرب القدس، وهي بحاجة لطبيعة هذه النشاطات في التثقيف الصحي والفحص الطبي. وتم اختيار بعد تداول اللقاءات اختيار قرية بدو لحاجتها لمثل هكذا نشاطات. ومن الجانب الآخر المركز المنتدى الثقافي بالإضافة إلى البلدية وأحد أبناء قرية بدو دعم هذا النشاط
وسنعمل في المستقبل إلى جانب بالتنسيق مع طلبة جامعة أبو ديس وجامعة بيت لحم لنشر هذه الثقافة على مستوى الكرة في منطقة شمال غرب القدس بشكل كامل. ويأتي هذا النشاط ضمن سياق نشاطات مركز المنتدى الثقافي التي تستهدف الفئات الاجتماعية في المنطقة من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافي بعموميته ومنها الصحي. يعني أيضا هنا نشاهد العديد من المتطوعين من المنتدى الثقافي أتوا ليشاركوا أيضا بهذا اليوم الطبي، وأنتم تعززوا ثقافة التطوع في المنطقة. نعم، العمل التطوعي هو أساس في مركز المنتدى الثقافي. مركز المنتدى الثقافي ينظم فعاليات يشارك فيها أكثر من 25,000 مشارك على مدار العام. نقول لولا المتطوعين من أبناء منطقة شمال غرب القدس ما تم إنجاز هذا الأنشطة في هذه المنطقة. ومن ضمن أهدافنا تعزيز العمل الثقافي بما يضمن المساهمة في التنمية المجتمعية في هذه المنطقة. والمنتدى الثقافي استطاع أن يكرس وأن يستقطب عدد واسع من أبناء هذه المنطقة ليكون لهم دور في هذا المجتمع ودور من أجل الارتقاء بمجتمعنا في المنطقة. الأخ حسام الشيخ نشكرك على وجودك معنا ويسعد صباحك. شكرا لك. يعني مشاهدينا الأعزاء، هذا اليوم الطبي تحت شعار طمنا عنك الذي يقوم به طلبة الطب البشري في جامعة القدس. أتعرف على عدد من الطلبة المشاركين بهذا اليوم الطبي. صباح الخير، نتعرف عليك. نيفين شريف. نيفين تحكي لنا أي سنة أنت؟ خلصت سنة أولى طالعة سنة ثانية. أكيد بنتمنى لك التوفيق. أول مرة بتشاركي في مثل هذا العمل التطوعي؟ ثاني مرة. أول مرة وين كانت؟ بجامعة بيرزيت. واليوم أنت في قرية بدو، تحكي لنا قد إيه أنت بتكوني مبسوطة وسعيدة لما تقدمي خدمات للمواطنين اللي بحاجة فعلا لخدمات طبية؟ طبعا هي تجربة كتير حلوة إلنا وإلهم. إحنا جينا فرصة نتعرف على هاي القرية ونتعرف على أهلها ونفيدهم ونستفيد بنفس الوقت. إيش بتحاولوا تفيدوهم؟ ممكن إنه نعرفهم على أشياء فصيلة الدم. يعني إحنا بتجربتنا بجامعة بيرزيت اكتشفنا إنه الناس ما بيعرفوا شو فصيلة الدم، إيش الـ AB وأشياء الأنظمة تبعتها وإيش بنسوي. بعد يشرحوا يعني في فضول متبادل. حلو، بنتمنى لكم التوفيق ونتعرف على الصبية اللي جنبك. صباح الخير، يعطيك العافية. يعطيك العافية. اسمي نادين مبحوح، طالعة سنة ثانية طب، خلصت سنة أولى من جامعة القدس. يعني إيش جميل إنه طلاب سنة ثانية وموجودين في الميدان وعم بقدموا الخدمات الطبية. اليوم إيش دورك أنت؟ احنا هون على هاي الطاوله رح نفحص فصيله الدم. في عنا رح نفحص سكري، ضغط، وزن، كثير اشياء، الاشياء العامه. احنا شايفين هون نموذج، ممكن تعرفينا شو هذا النموذج وتحكي لنا شو الامور اللي انتم بتاخذوها والمعلومات؟ النموذج مش تابع لكم للطاوله اللي جنبكم؟ هلا احنا بنعرف عليه. طب قد ايه انت اليوم مبسوطه بوجودك اليوم بهذا اليوم الطبي المجاني؟ احنا كمان مبسوطة. كده بنتمنى لك كل التوفيق. صبايا نتعرف عليكم. أماني دعابس. أماني أي سنة؟ طلعة تانية. برضو سنة تانية. أماني شايفين هون نموذج، ممكن تورجي لنا إياه على الشاشة؟ أوكي. إنه مجمل لكل الفحوص راح نقدمها اليوم. في عنا زاوية فحص الضغط، فإنه نأخذ الإسم شو بيطلع نتيجة عنا فحص الضغط نسجله، نفس إشي السكري. وفي عنا كمان زاوية لفصيلة الدم، فأي إشي بنسجل الإسم والعمر وأي نتيجة بتطلع معنا بنسجلها بهاي ورقة. أوكي. أنت أول مرة عم بتشاركي بهذا اليوم طبي؟ أول مرة بشارك في يوم طبي. طب تحكي لي قديش انت اليوم مبسوطه بوجودك في هذا اليوم الطبي وعم بتقدمي خدمات للمواطنين وحتقدمي؟ طبعا مبسوطه لاني راح اقوي فيها شخصيتي، وثاني شيء انه راح نحيي يعني بلد يعني قريه من قرى القدس، فهيك احنا بنطور شخصيتنا وايضا كمان بنقدم خدمات للناس وبنساعدهم. كل التوفيق. نتعرف عليك. عهود زواهره. عهود اول مره بتشاركي؟ نعم. يعني تجربة ممكن تكون جديدة بالنسبة إليك، بس أكيد سمعتي عن تجارب زملائك السابقة. أكيد، يعني إنه هاي التجربة بتوعي الناس حول الأمراض وبتفتح عينهم كمان، بنشرح لهم إيش أسباب الأمراض، كيف يوقوا حالهم منها، فأكيد تجربة حلوة راح تكون إلي، خصوصا إنه بقرية أول مرة بنجيها. أنت أول مرة أجيتيها، تحكي لنا شو رأيك في القرية؟ يعني أكيد أنت ما دخلتيها كتير وما تعمقتي بتفاصيلها، بس مريتي في من خلالها. بالضبط، أكيد إنه كونها أول إشي قرية من قرى القدس
وكنا انه مدان مكان شوي نائي مش كمركز رئيسي كرام الله او شيء، فالناس اللي هون يعني انه لما نساعدهم اكيد رح يكون لنا فخر كبير. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق صبايا، يعطيكم العافيه. يعافيك اهلا وسهلا. نتعرف عليكم. تمادر عبد الله. وانت؟ امل شبيطه. اليوم ايش دوركم؟ فحص سكري. ان نفحص سكري، وطبعا معدل الطبيعي بيكون من 70 ل 110 حسب اذا مثلا اذا كان بياكل بناخذ بعين الاعتبار مثلا، لانه بيكون ارتفاع السكر يعني هيك يعني ضمن معدل طبيعي، يعني لو كان مثلا يعني وصل 110 عادي لانه هو اصلا بيكون ماكل. في نصائح معينة أنتم بتقدموها للمواطنين في حال إذا كان السكر مرتفع أو منخفض عنده؟ أهم إشي اتباع الحمية الصحية الغذائية المناسبة، يعني حاولوا يتبعوا أغذية مناسبة خاصة اللي عندهم مثلا سكر انخفاض مش ارتفاع، لأنه انخفاض أسوأ بيكون، يعني يتوجهوا لحميات صح، يوجهوا للتعاون التغذية على أساس أنهم يتبعوا، لأنه ما في علاج كمان، فالحمية الغذائية أفضل إشي. أكيد بنتمنى لكم التوفيق اليوم، يعطيكم العافية. يعني مشاهدينا الساعة 10 صباحا سيكون هنا الافتتاح الرسمي لهذا اليوم الطبي تحت شعار طمنا عنك، هنا في قرية بدو الواقعة إلى الشمال من العاصمة المحتلة. الآن أعود لزميلات الاستديو، يسعد صباحكم من جديد. سعد صباحك يا مساء وصباح ضيوفك وطالبات الطب من جامعة القدس، ويعني من الجيد انه يتم الالتفات الى القرى اللي بيكون فيها يعني قلة في عدد العيادات، وكمان طلاب الطب بيكون اكثر مع الميدان خلال فترة الدراسة. صحيح، التمرس ايضا مع المجتمع، وهذا الاشي اللي هو يكون المفروض انه متواجد في جميع التخصصات. صحيح. بالاخص هذا التخصص اللي هو بمس المجتمع نظرا لاهميته واهمية الصحة ايضا للجميع. شكرا لك ميساء على هالإطلالة الصباحية والتركيز على هالموضوع المهم، ويوم اليوم الطبي في من بدو، واحنا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، والى اللقاء. باي، مع السلامة.